ايه اللي انت عملته ده يا زين؟ اللي انا عملته؟ اللي انت عملته ده يا حربي؟ بتستكردني يا حربي؟ عايز تقرطصني؟ هي دي الصحبية؟ هي دي الأخوة؟ هو ده العيش والملح يا ابن الأصول؟ يبقى كل الناس عارفة إن دعاء بتسلم نفسها للي يسوى واللي ما يسواش. إيه ده أنا؟ أنت مش فاهم حاجة يا زين. أنا مش عايز أفهم حاجة. دعاء دي وسخة ماشية على حال شعرها بنت الشعر. اخلص خالص. دعاء دي أشرف مش شرف. أنت لسه برضه عايز تلبسني العمة؟ هي دي الحقيقة يا زين. دعاء اللي حصل لها ده كان غصب عنها، ما كانش بمزاجها. وأنا إذا كنت داريت عليها فده عشان بحبك يا جدع. دعاء دي كانت ضحية. فاهم يعني إيه ضحية ولا لأ؟ حرام عليك تسلمها. دي قدامك حاولت إن هي تقتل نفسها وتنتحر. حاولت تبعدك عنها عشان بتحبك. مش عايزة تجرحك ولا تخدعك. لكن أنت يا زين. أنت اللي صممت إن أنت تتجوزها. أنت يا زين مش هي. كفاية! ظهر العز نساك إن إحنا رجالة يا خرنج. من النهاردة أنت مش صاحبي. مش عايز أشوف وشك هنا تاني. اطلع برا. اطلع برا. ماشي يا زين، هطلع بره، مش هتشوف وشي تاني. بس عايز اقول لك على حاجة واحدة، انت كده ظلمت دعاء، وظلمتني، وظلمت نفسك، واللي عملته ده كان غلط كبير، غلط كبير قوي يا صاحبي. ايه زين؟ هتسيب حرب يمشي؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا زين؟ ما دي اخرتها. نمسك في خناق بعض ونتفرق. كل واحد فينا رايح لحاله؟ ليه؟ ليه اللي بيحصل ده؟ ده احنا اقرب الناس لبعض. اسكت يا بركه. ما دي اخرتها، مش هسكت. اسكت يا بركه. لا مش هسكت يا زين. ابوس ايدك. ابوس رجلك. مش احنا اللي نعمل في بعض كده. مش احنا. ده احنا اقرب الناس لبعض. ده احنا مالناش غير بعض يا بني ادم. لو افترقنا هنروح لمين؟ هنروح لمين؟ كفايه يا بركه. كفايه. اطلع بره. اطلع بره. مش عايز اشوف حد فيك هنا تاني. مش عايز اشوف حد هنا تاني.